بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر، رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا، رب تمم بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. إخوتي في الله، لدينا الحديث الثاني من كتاب الأربعين النبوية، وهو حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالسند المتصل إلى الإمام يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله. قال عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: أصدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن نماراتها. قال: أن تلد اللمت ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشياه يتطاولون في البنيان. ثم انطلقا فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. نعم، هذا إسماع الحديث. فهذا الحديث الثاني أيضا كما ينطبق عليه الأوصاف التي وصفها الإمام وصف بها الإمام النووي رحمه الله أحاديث كتابه الأربعين. وفي هذا الشأن قال الإمام أبو الفضل ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في شرحه، هذا هو الكتاب، نعم، قال في شرحه: هذا حديث عليم،
قد اشتمل على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه لما تضمنه من جمل علوم السنة، فهو كالأم للسنة. هذا الحديث فكالأم للسنة. ثم يقول: كما سميت الفاتحة أم القرآن، ما شاء الله، لما تضمنته من جمل معاني القرآن. سورة الفاتحة تضمنت ما تضمنت من جمل معاني القرآن، لذلك سميت بأم القرآن. كذلك هذا الحديث، حديث الإيمان والإسلام والإحسان وعمارات الساعة، هذا الحديث وسمي بأم السنة لما تضمنته من جمل علوم السنة. ما هذه علوم السنة؟ هذا الذي ذكره وبينه أولا، حديث يشتمل على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة. الظاهرة يعني ما ذكر في جواب سؤال عن الإسلام، أما العبادات الباطنة يعني ما ذكر في جواب سؤال عن الإسلام والإحسان. وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه، إلى هذا الحديث، ومتشعبة منه، يعني علوم الشريعة كلها متفرعة من هذا الحديث. نعم الله، نعم. هذا حديث الثاني: كما ذكرتكم ونبهتكم على حفظ الأحاديث، أرجوكم تحفظون. الله يوفقكم وإيانا لحفظ الأحاديث. نعم. ثم: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. نعم. بينا نحن ذات يوم، ما معناه؟ هذه الجملة بينها ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في فتح المبين شرح الأربعين، هذا هو الكتاب. نعم. ثم: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. ذات يوم معناه بينما نحن عنده في ساعة ذات مرة من يوم. فإذا كلمة ذات صفة لساعة. بينما نحن جلوس يعني أثناء جلوسنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى كنا جالسين؟ ساعة ذات مرة من يوم. هذا هو أصل تركيبه. فحذف ذلك لوضوح المراد منه على حد قوله: تلبع المسك منها نسيم الصبا، معناه أي تلوعا مثل تلوع نسيم الصبا. كذلك هذا التركيب، ذات يوم يعني ذات مرة من يوم، ذات ساعة في ساعة ذات مرة، في ساعة ذات مرة من يوم. نعم. ثم: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، يعني وتزين وحسن هيئته ونلف ثيابه وكذلك طيب رائحته، يعني هذا آتي الحاضر هكذا فعل. إذن نقرأ الشراح، هذا من الآداب. ذكر الأسقلاني رحمه الله في شرحه: فيه دليل على تحسين الثياب والهيئة والنظافة
عند الدخول على العلماء والفضلاء والملوك، فإن جبريل عليه السلام أتى معلما للناس بحاله ومقاله. نعم، جبريل عليه السلام جاء معلما كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما صرحه أخيرا، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فإذا جاء معلما ومع ذلك كان متعلما نيلا كما ذكر ابن حجر الهيثمي رحمه الله في فتح المبين. في هذه المرة كان جبريل عليه السلام معلما ومتعلما، لذلك جمع جبريل عليه السلام بين آداب المعلم والمتعلم كما سيأتي إن شاء الله. إذن هنا تحسين الهيئة وكذلك التزين والتطيب كلها مطلوب. نعم، ذكر ابن حجر الهيثمي رحمه الله في فتح المبين، ففيه ندب تنظيف الثياب وتحسين الهيئة، كيف هذا بإزالة ما يؤخذ للفطرة وتطيب الرائحة عند الدخول للمسجد، ليس للعلماء والفضلاء والأمراء بل للدخول للمسجد أيضا وعلى نحو العلماء، وندب للعلماء والمتعلمين، هذا مندوب للعلماء والمتعلمين، لماذا؟ لأنه معلم بدليل يعلمكم دينكم، جبريل عليه السلام كان معلما دليله هذا القول، ومتعلم بمقاله وحاله، كان متعلما أيضا كيف بمقاله، لذلك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وقال أخبرني عن الإسلام ثم أخبرني عن الإيمان ثم أخبرني عن الإحسان، وهذا السؤال يدل على أنه متعلم. نعم، ومن ثم استحب عمر رضي الله عنه البياض للقارئ، واستحبه بعض أئمتنا لدخول المسجد، هذا الأبيض هو يعني أحسن الثياب، ومع ذلك يستحب البياض الأبيض في بعض الحالات الخاصة، منها هذا قارئ يلبس الأبيض، فكذلك لدخول المسجد يلبس الأبيض هكذا. ثم ابن حجر أضاف إليه الهيثمي أضاف إليه وقال أقول ينبغي ندبه لكل اجتماع ما عدا الإيدين، ندبه يعني ندب البياض لكل اجتماع ما عدا الإيدين، إذ كان عنده أرفع منه، يعني لو كان عند الرجل عند مسلم في يوم عيده ما كان أرفع من ثياب ثوبه الأبيض فيستحب له ذلك. نعم، وإلا فالأبيض لأنه يوم زينة وإظهار للنعمة. نعم، فإن لكل اجتماع هذا أبيض التزين التطيب هذا. نعم، فإذا جبريل عليه السلام إضافة إلى أنه علم الإيمان والإسلام والإحسان وعلامات الساعة، علم آداب المتعلم والمعلم، وآداب وعلم كثيرا من حسن الأخلاق. نعم، ثم قال لا يعرفه منا أحد، ولا يعرفه منا أحد، لماذا؟ فإذا هم قالوا ما كانوا يعرفون، لا يرى عليه أثر السفر، ومع ذلك ليس من أهل المدينة بل هو من الغرباء، فإذن هم تعجبوا لماذا لا يرى عليه أثر السفر، فهذا يقتضي أن يكون من أهل المدينة لكن لا يعرف أحد، فينبغي عليه أثر السفر لكن ليس عليه أثر السفر، هذا قول عمر رضي الله عنه، هذا يفيد تعجبه من هيئته. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفه؟ نعم،
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفه. لكن قال بعض الشراح ماذا؟ ظاهر رواية البخاري أنه لم يعرفه إلا في خاتمة الأمر، فورد ما جاءني في صورة أعرفها إلا في هذه المرة. وفي حديث صحيح عن ابن حبان: والذي نفسي بيده ما اشتبه علي منذ أتاني قبل مرته هذه، فما عرفته حتى وليا. فإذن هذا الحديث يعني تتعارض، في هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفه أو لا يعرفه. ابن حجر رحمه الله كذلك، الطبرزاني رحمه الله هو في شرحه بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفه في هذه المرة، لكن ذكر الأسقلاني رحمه الله في فتح الباري: ظاهر ما يقتضيه رواية البخاري من أنه ما كان يعلم في هذه المرة. ثم في هذه المرة هل رأى جبريل عليه السلام الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم كانوا رأوا، يدل عليه هذا. ولا يعرفه منا أحد، ذكر في فتح المبين هذا صريح في أنهم رأوه. فأما ما وقع عند أحمد من غير عمر، ونسمع رجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الذي يكلمه ولا نسمعه كلامه فيرده حديث عمر، هذا الأصح منه. لماذا؟ هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وهو أصح من حديث أحمد، لذلك كانوا صحابة رأوه. نعم. ثم حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. نعم، هذا صريح في أنه جلس بين يديه دون جانبه، وهو جلسة المتعلم. نعم. ثم في هذه الجلسة جمع بين الأدبين. نعم. ثم الله حتى جلس، أي استأذن ودنا حتى جلس مائلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يعني بين الطبرزاني سعد الدين رحمة الله عليه هذه الكيفية بالضبط. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ أولا استأذن، بدون استئذان لا يدخل المجلس، إذن هذا من آداب دخول المجلس الاستئذان. فإذا استأذن ثم دنا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه، معناه مائلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على التواضع. هكذا كما يجلس التلميذ أمام أستاذه مائلا إليه مطرقا رأسه قليلا، ففيه حذف والتلمين. ثم أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الجلوس على الركبة أقرب إلى التواضع وأنسب إلى كمال الأدب، واتصالها أبلغ في الإصغاء وحضور القلب والاستئناس. نعم، سعد الدين الطبرزاني رحمه الله كتب هكذا. فإذن هذا إسناد الركبتين إلى الركبتين، أولا جلوس إلى الركبتين، ما فائدته؟ فائدته هذا نوع إسناد الركبتين. لماذا؟ لأن الجلوس على الركبتين أقرب إلى التواضع، فإذن كان جبريل عليه السلام على غاية التواضع على كمال الأدب. ثم الاتصال، اتصال ركبتيه إلى ركبتيه. لماذا؟ لأنه أبلغ في الإصغاء وحضور القلب والاستئناس، لأجل ذلك
ثم وضع كفيه على فخذيه. وضع جبريل عليه السلام كفيه على فخذي من؟ على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في رواية النساء الصريحة. نعم صريحا ثبت أن جبريل عليه السلام وضع كفيه على ركبتي فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية النساء هكذا فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع صحابه فلا يعرفه الغريب، فبنت له مصطبة من طين، فجاءه جبريل عليه السلام وهو عليها، فقال السلام عليكم يا محمد، فرد عليه السلام فقال أأدنو يا محمد، فقال أدنه، فما زال يقول أأدنو يا محمد مرارا ويقول له أدنو، حتى وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا هو الواقع هناك. نعم. ثم فإذا وضع يديه على فخذيه جالسا على هيئة المتعلم، يعني لماذا في هذه الحالة عندما أسند ركبتيه إلى ركبتيه فكان في صورة المتعلم وأدب المتعلم، ثم عندما وضع كفيه على فخذيه كان على أدب المعلم وهو الرأفة بالمتعلم، الرأفة بالمتعلم. فإذن هذا المعلم عندما في بعض الأحيان يضع يده على صدر المتعلم أو على ظهر المتعلم أو هكذا، يعني على فخذ المتعلم، هذا يعني من هيئات الرأفة والرحمة بالمتعلمين. نعم. فإذن جبريل عليه السلام جمع بين الأدبين. نعم. طيب. ثم بدأ السؤال، فإذا كما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أن جبريل عليه السلام جاء الصحابة رضي الله عنهم يعلمهم دينهم، فإذا كان هذا التعليم على صورة السؤال والجواب، هذا أسلوب للتعليم، هذا الإملاء وكذلك سرد المسائل، هكذا أساليب المحاضرة أسلوب آخر، وهنا على صورة السؤال والجواب، فالمستمعون يفهمون الأمور ويتعلمون المسائل. نعم هكذا. ثم وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام عند شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. نعم. في هذا الحديث ذكر في أمور الإسلام خمسة وكذلك في أمور الإيمان ستة، وهذا ما علمها جبريل عليه السلام أو ما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ولجماعة الصحابة، فتلقوا هذه الخصال الأمور الستة والخمسة، يعني أمور الإيمان ستة أمور الإسلام خمسة، هكذا تلقاها الصحابة رضي الله عنهم من جبريل ومن النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وهذه الأمور الستة والخمسة توارثته الأمة، توارثته الأمة جيلا بعد جيل. إذن يعلم هذا في جميع المدارس، في جميع المعاهد الابتدائية، يعني أطفال المسلمين يتلقون هذا، كم أمور الإيمان ستة، كذلك كم أمور الإسلام هذا خمسة، يتلقون يحفظون هذا. لماذا؟
كما قرأنا من شرح ابن هجر الأسقلاني رحمه الله، هذا حديث يعني شأنه عليم. نعم، يا أمور الشريعة كلها ترجع إليه ومتفرعة منه، هكذا. لأجل ذلك هذا هو أساس عليم من أساس الدين. نعم. الله أخبرني عن الإسلام. هناك خطاب جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا محمد، لكن هذا مناف لقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تخاطبوه بالنداء يا محمد، هكذا لا ينادى، لا ينادى باسمه. فإذا ذكر ابن هجر الهيثمي رحمه الله في فتح المبين قد يستشكل بحرمة ندائه به لقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، مع أن المقام مقام تعليم، هذا مقام تعليم، فكيف ينادي به؟ ويجاب بأننا لا نسلم حرمة ذلك على الملائكة، هذا خطاب للمؤمنين للبشر، فإذا هذا ليس حراما على الملائكة. فكان في ندائه بذلك مع ما سيعلم به الصحابة رضي الله عنهم من أنه جبريل إعلام لهم بأن الملائكة لا يدخلون في هذا الخطاب، هذا هو فائدة، يعني لا تجعلوا دعاء الرسول في هذا الخطاب ما دخلت الملائكة، على أنه يحتمل أن حرمة ذلك إنما عرضت بعده بعده، يعني بعد هذه الواقعة، فلا إشكال أصلا، هو حرام على الملائكة أيضا، لكن هذا التحريم شرع بعده. ثم رأيت بعضهم أجاب بأنه قصد مزيد التعمية عليهم فناداه بما كان يناديه به أجلاف الأعرابي. في هذه المرة تخلق جبريل عليه السلام بخلق الأعراب وهم ينادون هكذا يا محمد. وفيه أيضا جواز نداء العالم والكبير باسمه ولو من المتعلم، ومحله إن لم يعلم كراهته لذلك ولا كان على سبيل الوضع من قدره لمخالفته ما اعتيد من النداء لأولئك بالألقاب المعلمة. نعم، إذن نداء الكبير والعالم كيف بالألقاب المعلمة، هذا هو العادة. نعم. ثم سأل عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام، وكذلك سؤال عن الإيمان، ثم سؤال عن الإسلام. أقرأ في فتح المبين في السؤال عن الإحسان، الألف واللام للأحد، الألف واللام للأحد. نعم. كتب هناك يعني في قول جبريل عليه السلام فأخبرني عن الإسلام، أل فيه للعهد الذهني المذكور في الآيات الكثيرة، فإذن أين هذا الإحسان معهود؟ هو مذكور في الآيات الكثيرة نحو للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فكذلك قوله تعالى إن الله يحب المحسنين، كذلك قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإذا معنى سؤال جبريل عليه السلام الإحسان يعني ما هو الإحسان المتكرر الذكر في القرآن، هذا ما الإحسان. فإذا وكذلك هنا أيضا الألف واللام في الإسلام، الألف واللام في الإيمان، وكذلك الألف واللام في الساعة، الساعة مذكورة في القرآن كثيرا، فإذا متى تلك الساعة؟
فكذلك الإسلام مذكور في القرآن كثيرا. فإذن ما ذلك الإسلام وكذلك الإيمان أيضا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مبينا لكلام الله تعالى، كما قال الله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذن هذا البيان مسؤولية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك سئل عن معنى الإسلام أو عن الإسلام المذكور في القرآن، عن الإيمان المذكور في القرآن، كذلك عن الإحسان المذكور في القرآن، هكذا. نعم. الله. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. طيب، الإسلام هو لغة الحكم بوحدانية الشيء، لا التوحيد. نعم. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، إشارة إلى التوحيد. التوحيد ما هو؟ الحكم بوحدانية الشيء والعلم بها. فاصطلاحا إثبات ذات الله بوحدانيته منعوتا بالتنزه عما يشابهه اعتقادا فقولا وعملا فيقينا وعيانا فمشاهدة وعيانا فثبوتا ودواما. ما شاء الله، هذا بيان يعني كافٍ، بيان من التبتازاني رحمه الله. نعم. يظهر في هذا البيان ماذا تابعه الكلامي، هذا التبتازاني رحمه الله متكلم. فإذا في هذا البيان يظهر تابعه طبيعته الكلامية. اصطلاحا ما هو التوحيد؟ إثبات ذات الله تعالى بوحدانيته. أولا إثبات ذات الله تعالى، يعني الاعتقاد بوجوده، ثم توحيده. كيف؟ منعوتا بالتنزه عما يشابهه اعتقادا. ينبغي أن يكون التوحيد توحيد أهل السنة، لو كان التوحيد أهل البدع فلا يكون توحيدا حقيقيا. أشار إليه بقوله منعوتا بالتنزه عما يشابهه اعتقادا، ثم لا يكفي في الاعتقاد فقط، بل فقولا وعملا، ثم فيقينا وعيانا، هو ما اكتفى بهذا القدر، ثم قال فمشاهدة وعيانا. هذا في مرتبة يعني الصوفية الصادقة الصالحة. نعم. وهم يوحدون الله سبحانه وتعالى مشاهدة وعيانا، ثم فثبوتا ودواما. هذا ينبغي، هذه يعني مراتب أن يثبت هذا التوحيد وأن يدوم هذا التوحيد. نعم. ثم هنا نقل التبتازاني رحمه الله قول الغزالي وقال، قال الغزالي للتوحيد لبان وقشران كاللوزة، لوزة له لبان وقشران. فالقشرة العليا القول باللسان المجرد، هذا القشرة العليا للتوحيد القول باللسان المجرد. والثانية الاعتقاد بالقلب جزما، هذا القشرة الثانية الاعتقاد بالقلب جزما، ليس لب التوحيدي بل هي القشرة الثانية يعني الداخلة. نعم. ثم ما هو اللب؟ نعم. واللب يعني اللب الأول، أن ينكشف بنور الله سر التوحيد بأن يرى الأشياء الكثيرة صادرة من فاعل واحد ويعرف سلسلة الأسباب مرتبطة بمسببها. نعم. هذا هو لب التوحيد، أن يرى، أن ينكشف سر التوحيد. كيف ينكشف بنور الله سر التوحيد؟ بأن يرى الأشياء الكثيرة صادرة من فاعل واحد، بخلاف ما قالت الفلاسفة. ماذا أصولهم؟ أن الواحد الحقيقي لا يصدر منه إلا واحد، وهذا باطل افتراء وكذب، ليس كذلك، بل الله سبحانه وتعالى فاعل مختار يصدر عنه الأشياء الكثيرة، يعني كل شيء يصدر عنه كائنا ما كان. نعم. وكذلك يعرف سلسلة الأسباب مرتبطة بمسببها. نعم. من هو المسبب؟ هو الله سبحانه.
وهذا هو لب التوحيد. ما هو اللب الثاني أو ما هو لب اللب؟ ألا يرى في الوجود إلا واحدا. في هذه المرتبة يقول لا موجود إلا الله. لماذا؟ هو لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، ألا يرى في الوجود إلا واحدا، ويستغرق في الواحد الحق غير ملتفت إلى غيره. نعم، هذا قد ورد عن الإمام ابن الفارل، وكذلك عن السيدة رابية الأدبية رضي الله عنهما وعن أمثالهما كلام في هذه المرتبة. نعم، أنتم تعلمون. ثم وأن محمد رسول الله، فإذا ذكر تفتازان هذان هما أصلان متلازمان في إقامة الدين ضرورة توقف الإسلام على الشهادتين. نعم، ثم وتقيم الصلاة. أنا يعني أقرأ بعض النقاط فقط ملتقطة من الشروح المختلفة لتعريفكم على هذه الشروح، فإذا يجب أن تطالعوا هذه الشروح كلها. الله سبحانه وتعالى يوفقكم. نعم، يوفقكم جميعا، يوفقنا وإياكم جميعا. ثم وتقيم الصلاة، ومعناه أن يأتي بها محافلا على أركانها وشروطها وعلى مكملاتها. هذا معنى إقامة الصلاة، ما معناه؟ الاتيان بها محافلا على أركانها وشروطها وعلى مكملاتها، أو يداوم عليها، يأتي بها مداوما على هذه الصلاة. فتقيم من التقويم والتعديل أو من الإقامة، الإقامة يعني الملازمة والمحافظة، هكذا معناها. فإذا محافلا على أركانها وشروطها وعلى مكملاتها، لو كان هذا معناه فالإقامة من التقويم والتعديل، يعني تقومون الصلاة تعدلون، أو من الإقامة بمعنى المحافظة والملازمة. ثم تؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هنا قيد النبي صلى الله عليه وسلم بالاستطاعة في أمر الحج، ما فائدته؟ ذكر في فتح المبين، وإنما قيد بالاستطاعة في الحج مع أن ما مر مقيد بها أيضا، يعني الصلاة والصوم والزكاة كلها مقيد بالاستطاعة، لكن هنا فقد صرح بالتقييد. لماذا؟ اتباعا للنظم القرآني، في القرآن هكذا، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإنه لم يقيد بهذا اللفظ غيره، أو إشارة إلى أن فيه. فإذا لو قلنا هكذا هو اتباع للنظم القرآني، فالسؤال ينطبق على هذا التقييد في القرآن، لماذا قيد في القرآن الحج فقط بالاستطاعة؟ سؤال ينطبق عليه، يأتي إليه. فإذا الجواب الثاني هو أحسن، أو إشارة إلى أن فيه من المشاق ما ليس في غيره. نعم، في الحج مشاق كبيرة لا يتيسر لكثير من الناس، الحج لا يتيسر لكثير من الناس، لا يمكن أن يحصل أسبابه لكثير من الناس، لذلك هكذا قيد إشارة إليه. أقول ثم ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح المبين، أقول فأيضا فعدمها في نحو الصلاة والصوم لا يسقط فرضهما بالكلية، وإنما يسقط وجوب أدائه بخلافها في الحج، فإن عدمها يسقط وجوبه بالكلية. نعم، هذه فائدة عظيمة للتقييد. ماذا قال؟
استطاعت قيد في الصلاة والصوم، لكن لو لم يستطع رجل للصلاة والصوم هل يسقط فرلهما بالكلية؟ لا يسقط عدم الاستطاعة فرل الصلاة والصوم بالكلية بخلاف الحج، هناك يسقط وجوب أدائه فقط. الصلاة والصوم يسقط وجوب أدائه فقط بخلاف الحج. نعم، هذا فائدة عليه. قال جبريل عليه السلام: صدقت. عندما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لسؤاله قال جبريل عليه السلام: صدقت. قال: من؟ عمر رضي الله عنه. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. هذا رجل غريب جاء يسأل عن الإيمان، سأل عن الإيمان، أجاب له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول صدقت، فهذا جوابه يدل على أنه كان عالما بالجواب. لماذا عجب؟ إذا سؤاله يقتضي عدم علمه وتصديقه يقتضي علمه، وأن كلامه دال على خبرته بالمسؤول عنه، مع أنه لم يكن إذاك من يعرف هذا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاغ التعجب منه. في ذلك الوقت لم يعرفه من هذا السائل، لو كانوا يعلمون أن هذا السائل جبريل عليه السلام فلا تعجب هناك. هذا منشأ التعجب أنهم ما كانوا علموا من هذا الحاضر والسائل والمتعلم. ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال: إنما تعجبوا من ذلك لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا من جهته. هذا الإيمان والإسلام واللسان كله ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى، هذا لا يعلم إلا من جهته، وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالسماع منه، لذلك هو قال لا يعرفه منا أحد. فإذا لم يعلم من هذا السائل أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان. نعم. ثم هو قد سأل سؤال عارف محقق مصدق فتعجبوا. نعم، هكذا يعني أسمع الله. ثم السؤال الثاني قال: فأخبرني عن الإيمان. ثم هنا بحث طويل عن حقيقة الإيمان. ثم عن الإيمان والإسلام هكذا. ثم هنا يعني تقديم وتأخير في بعض الروايات، في بعض الروايات تقديم الإسلام وتأخير الإيمان، في بعض الروايات تقديم الإيمان أولا السؤال عن الإيمان. الذي قرأته الآن يعني رواية تقديم الإسلام عن الإيمان، في رواية تقديم الإيمان على الإسلام. فإذا هذا يعني التبديل والتغيير من الرواة. لماذا؟ لأن هذه الواقعة ما تقررت، هذا واقعة واحدة فقط. سؤال جبريل عليه السلام هذه واقعة واحدة فقط لم يتعدد، لذلك هذا تغيير من جانب الرواة. ثم أن تؤمن بالله وملائكته، كيف الإيمان بالله تعالى؟ ذكر في فتح المبين أولا فصل تفصيلا، ثم أخيرا قال: ويجمع ذلك كله أنه تعالى متصف بكل كمال.
ايمان اجمالي الله تعالى متصف بكل كمال منزه عن كل وصف لا كمال فيه منزه عن كل وصف لا كمال فيه. هناك اوصاف ثلاثه انواع صفات فيها كمال صفات فيها نقص وصفات ليس فيها كمال ولا نقص. فإذا الله تعالى منزه عن صفات فيها نقص وكذلك منزه عن صفات ليس فيها كمال ولا نقصان بل الله تعالى متصف بصفات فيها كمال محض. نعم. ثم واجب الوجود لذاته منفرد باستحقاق العبودية على العالم. العبودية مستحق على العالم. نعم. إذ هو مالكهم حقيقة لأنه الذي أوجدهم من العدم وبالألوهية والقدم. كذلك هو منفرد بالألوهية والقدم والبقاء والخلق والقدرة لثبوت إسناد جميع الحوادث إليه تعالى من مشاهدة كمال الإحسان في خلقها وترتيبها وبالإرادة. يعني الله تعالى منفرد بالإرادة لأن تخصيص بعض الممكنات بالوقت الذي أوجده فيه دون ما قبله أو بعده ليس إلا معنى إلا لمعنى هو الإرادة. هذا هو الإيمان الإجمالي لله سبحانه بالله سبحانه وتعالى. ثم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. هناك بحث يعني من الأفضل هل الملائكة أو البشر فيه تفصيل. مع ذلك قال بعض العلماء أن الملائكة أفضل من البشر لكن هذا ليس براجح. الراجح أن البشر أفضل من الملائكة مع تفصيل فيه. ثم هم استدلوا بهذا التقديم هنا قدم الملائكة وقدم الإيمان بالملائكة على الإيمان بالرسل. الترتيب هكذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا التقديم يقتضي تفضيل الملائكة على الرسل. لكن أجاب القائل بتفضيل الرسل على الملائكة بتفضيل البشر على الملائكة أن هذا التقديم لماذا؟ لأنهم يعني غير ظاهرين ليس على وجودهم وكذلك ليس على طبيعتهم دليل ظاهر إلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الرسول يعني هو ظاهر بين الناس عنده معجزة دليل على نبوته هكذا. نعم. ثم وكتبه. من الملائكة؟ الملائكة جم ملك على غير قياس أو جم ملأك على مفعل ثم غير وصار مألك. أصلا هو مألك ثم صار ملأك أو جمع على ملائكة. نعم. ملائك ملائكة. نعم. ملأك ملائك ملائكة. ملأك من الألوكة ألوكة الرسالة. نعم. ثم هذه الملك أو ملأك أو ملائكة غلبت في الأجسام النورانية. فإذا الملائكة أجسام نورانية المبرأة من القدرات الجسمانية القادرة على التشكل بالأشكال المختلفة أي بأنهم عباد له لا كما زعم المشركون من تألههم. ثم وكتبه. ماذا يؤمن بالكتب بأنها كلام الله الأزلي القديم بذاته المنزه عن الحرف والصوت وبأنه تعالى أنزلها على بعض رسله بألفاظ حادثة في ألواح أو على لسان الملك وبأن كل ما تضمنته حق وصدق وبأن بعض أحكامها نسخ وبعضها لم ينسخ أو نسخ وبعضها لم ينسخ هكذا. نعم. كما هذا كتاب
هي مية كتاب وأربعة كتب أنزلها مية وأربعة أنزل منها أنزل منها خمسون على شيس عليه السلام وثلاثون على إدريس عليه السلام وعشرة على آدم عليه السلام وعشرة على إبراهيم عليه السلام ثم هذه الأربعة التوراة والزبور والإنجيل والفرقان هكذا مية وأربعة نعم ثم ورسله ماذا يؤمن بهم بأنه أرسلهم إلى الخلق لهدايتهم وتكميل معاشهم ومعادهم وأيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم فبلغوا عنه يعني الرسل بلغوا عن الله تعالى رسالته وبينوا للمكلفين ما أمروا ببيانه وأنه يجب احترام جميعهم يجب احترام الأنبياء جميعهم رسله جميعهم ولا نفرق بين أحد منهم كما في الإيمان به وأنه تعالى نزههم عن كل وصمة ونقص هذا أمر مهم في الاعتقاد في الإيمان بالرسل أن الله سبحانه وتعالى نزه الأنبياء والرسل عن كل وصمة ونقص فهم معصومون عن الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدها على المختار هكذا ذكر ابن حجر ثم قال بل هو الصواب يعني أولا قال هو المختار ثم يعني ترقى وقال بل هو الصواب يعني الأنبياء معصومون عن الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعد النبوة نعم ليس عن الصغائر فقط بل عن المكروهات وعن خلاف الأولى أيضا يعني أي دليل لعصمتهم عن الكبائر أو لعصمتهم عن الشرك والكفر وهم منزهون معصومون عن الشرك والكفر قبل النبوة بعد النبوة إجماعا أي دليل لهذا ونفس هذا الدليل يستدل به على عصمتهم حتى عن الخلاف الأولى حتى عن المكروه حتى عن الصغائر قبل النبوة وبعد النبوة جميعا الدليل العقلي لإثبات عصمتهم يعني لو لم يكونوا معصومين عن الشرك والكفر ثم بعد ذلك يأتون يوما من الأيام برسالة الله سبحانه وتعالى كيف بتوحيده فالناس لا يعترفون ولا يقبلون منه بل يردون عليه كنت مشركا كنت كافرا إلى اليوم ثم الآن تقول أن ما فعلت وأن ما نفعل أيضا باطل هذا ليس بمقبول وليس قبوله بمعقول هكذا هم ينكرون نفس هذا الدليل يثبت عصمتهم عن الصغيرة عن الكبيرة يعني لو كان مرتكبا لكبيرة أو صغيرة أو مكروه أو يعني خلاف الأولى ثم جاء وقال أن هذا الفعل خلاف الأولى أو هذا مكروه أو هذا صغيرة يعني حرام فالناس يسألونه أنت الذي فعلته ثم تمنعنا وتزجرنا عن هذا الفعل هذا غريب لا يكون مقبولا قبوله غير معقول نعم لذلك نفس الدليل يثبت هذا هذا هو الصواب نعم الإمام السبكي رحمه الله بيّن هذا نعم. هكذا يعني أئمة السنة بيّنوا هذا مع ذلك فيه خلاف كما بيّن الطبرقاني رحمه الله في شرح العقائد النسبية وكذلك الإمام الرازي رحمه الله في كتابه عصمة الأنبياء نعم بيّن ومع ذلك هم منزهون بيّن الإمام الرازي رحمه الله في قصة آدم عليه السلام عصمة الأنبياء يعني بشيء من التفصيل والتطويل نعم فإذن هو أثبت في تفسيره أنهم معصومون عن الصغائر أيضا نعم فإذن ثم بعد ذلك يقول ابن حجر رحمه الله في فتح المبين وما وقع في قصص يذكرها المفسرون
وفي كتب قصص الأنبياء مما يخالف ذلك، يعني مما يخالف عصمتهم من الصغائر، لا يعتمد عليه ولا يلتفت إليه. لماذا؟ لأن عصمتهم ثابت بدليل عقلي، وهذا يعني مرويات بأسناد أحاد، لذلك لا يعتمد عليه ولا يلتفت إليه. وإن جل ناقلوه كالبغوي والواحدي، وهؤلاء الأئمة أمثالهم جل قدرهم عظم شأنهم، مع ذلك لا يلتفت إليه، يعني هم معذورون. لماذا؟ لأنهم نقلوا ما يروى فقط، هم ناقلون. وما جاء في القرآن من نسبات العصيان لآدم عليه السلام ومن متابعة ومن معاتبة جماعة منهم على أمور فعلوها، فإنما هو من باب أن للسيد أن يخاطب عبده بما شاء. هذا الله المولى جل وعلا له أن يعاتب أنبياءه أيضا، رسله أيضا، كما أن السيد يخاطب عبده بما شاء، وأن يعاتبه على خلاف الأولى معاتبة غيره على المعصية، فهذا خلاف الأولى، ليس من الخلاف الأولى، ليس نعم من الأحكام الشرعية الخمسة، وذاك الخلاف الأولى من المنهي، وهذا خلاف الأولى، يعني خلاف الأولى لغوي، نعم، معاتبة غيره على المعصية، نعم. فقد قدمنا أنهم أفضل من سائر الملائكة بدليله، وإن فضلوا وإن فإذا فللوا المعصومين لزم كونهم معصومين بالأولى، هذه قاعدة عليمة، البشر أفضل من الملائكة، فهي الملائكة معصومون، فإذا ينبغي عصمة الأنبياء بطريق الأولى. الله، ثم واليوم الآخر، يعني الإيمان باليوم الآخر، ونؤمن بالقدر خيره وشره، هكذا اليوم الآخر ما هو؟ هو من الموت إلى آخر ما يقع يوم القيامة. ثم فإذا ماذا يؤمن في حق اليوم الآخر؟ يعني ما اشتمل عليه من سؤال الملكين نعيم القبر عذابه والجزاء والبعث والحساب والميزان والصراط والجنة والنار وغير ذلك مما بينه الأصوليون بأدلته، كل هذا يؤمن، يؤمن بكله من جملة الإيمان باليوم الآخر. نعم، هذا هو الإيمان باليوم الآخر. ثم نؤمن بالقدر خيره وشره، خيره وشره معناه حلوه ومره، كما ضبط في رواية أخرى، في رواية لمسلم وبالقدر كله. ما معناه؟ أي ما قدره الله في أزله لا بد من وقوعه، ما قدره الله في الأزل لا بد من وقوعه، وما لم يقدره يستحيل وقوعه، هكذا. وبأن الله وبأنه تعالى قدر الخير والشر قبل الخلق، وأن جميع الكائنات بقضائه وقدره وإرادته، جميع الكائنات بقضائه وقدره وإرادته، قضاء أمر، قدر أمر آخر، إرادة أمر آخر، هكذا ثلاثة أمور. ثم فإذا ما هو القضاء؟ القضاء عند الأشعرية إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال، والقدر إيجاده إياها على قدر مخصوص وتقدير معين في ذاتها وأفعالها، هكذا. ثم والقضاء علمه أولا بالأشياء على ما هي عليه، والقدر إيجاده إياها على ما يطابق للماء، هكذا خلاف. نعم، ثم ذكر الإمام الغزالي رحمه الله
ليس الإمام الغزالي. إمام تبتازاني رحمه الله نقل عن بعض العارفين قال: وقال بعض العارفين: إن القدر كتقدير النقاش الصورة. النقاش ماذا يفعل؟ الرسام ماذا يفعل؟ هو يقدر الصورة في قلبه، في ذهنه، في نفسه. أولا يصور، يأتي بصورة خيالية في ذهنه، هذا هو التقدير. يعني نظيره هكذا يمكن، يعني تنظير تمثيل، ليس هذا تمثيلا ولا تنظيرا تاما، بل يعني لتقريب الفهم يمكن أن يقال هكذا. والقضاء كرسمه تلك الصورة للتلميذ بالأسرب، يعني هو يرسم هكذا بالنقاط. نعم. ثم ماذا يفعل التلميذ؟ ووضع التلميذ الصبغ عليها متبعا لرسم الأستاذ. أستاذ رسم الخطوط يعني المنقوطة، فإذا هذا التلميذ يعني يصبغه هذه الصورة. هو الكسب والاختيار، وهو في اختياره لا يخرج عن رسم الأستاذ، كذلك العبد في اختياره لا يمكنه الخروج عن القضاء والقدري، ولكنه متردد بينهما. هذا مسألة القضاء والقدر يشتبه على كثير من الناس. في الحقيقة ليس هناك داع ولا مقتل للاشتباه، بل مسألة الكسب والكسر الاختيار أو إثبات الكسب والاختيار تجربة كل أحد من الناس في أفعاله الاختيارية. إذن أنا في هذا الوقت ألقي الدرس، أنتم تستمعون. من الذي، هل هناك أحد مجبر علي وعليكم لإلقاء الدرس وللاستماع إلى الدرس؟ هل كان هناك مكره ولا أو مجبر؟ ليس أحد، بل أنا يعني بعد صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر أنا ماذا فعلت؟ يعني أيقنت أن ألقي الدرس بعد صلاة الظهر، فإذا أنا جلست وبدأت إلقاء الدرس. وهكذا هناك أفعال اختيارية للعبد، أما أفعال غير اختيارية بل إجبارية، مثلا إصابة الحمى أو يعني الالتراب الأعلى بسبب البرودة الشديدة، وهذا أفعال إجبارية، فإذا هذا العبد أو هذا الإنسان لا يستطيع أن ينشئ هذه الحركة يعني الالتراب في الأعلى بسبب البرودة، وكذلك لا يستطيع أن ينشئ الحمى في جسده. كذلك لو أصيب بهذه الأفعال الإجبارية هل يستطيع أن يوقفها؟ لا يستطيع أن يوقفها، بل الأفعال الاختيارية على عكسها. فإذا أنا بدأت إلقاء الدرس، أنتم بدأتم تستمعون، يمكنكم في كل وقت أن يوقفوا استماعكم، وكذلك يمكن لي أن أوقف هذا إلقاء الدرس في كل وقت باختياري. نعم، هذا هو. ثم وراء الاختيار هناك خلق لله تعالى، هذا اختيارنا ومع ذلك هو خلق لله تعالى. نعم. ثم ذكر الله بالنسبة إلى القدر، ذكر في الفتح المبين يعلم أن الإيمان بالقدر على قسمين، أحدهما الإيمان بأنه تعالى سبق في علمه ما يفعله العباد من خير وشر وما يجازون عليه، وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه، كل هذا سابق، وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. هناك أيضا اشتباه لبعض الناس، يعني الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء، فإذا يأتي فعل العبد موافقا له. هذا الكتاب يعني إجباري؟ ليس هذا الكتاب إجباري، بل الله سبحانه وتعالى يعلم أن العبد الفلانية
يختار فعل كذا ويفعله في حين كذا. فذاك الذي كتبه الله سبحانه وتعالى سابقا. فإذا ما علمه الله سبحانه وتعالى من أفعال عباده كتبه سابقا فقط. ليس هذا الكتاب يؤدي إلى إجبار العبد أن يفعل وفق ذلك الكتاب ذلك المكتوب، ليس كذلك، بل الله تعالى خير العبد وهو يختار. وماذا يختار؟ هل يختار الإيمان بالكفر؟ هل يختار السنة بالبدعة؟ أو يختار الطاعة بالمعصية؟ الله تعالى يعلم أولا. فإذا يمكنه أن يكتبه كما أننا نعلم ما مضى من أفعالنا، يعني قبل ساعة ماذا فعلنا نعلم، كذلك مثلا في فطور اليوم ماذا أكلنا تناولنا نعلم، لكن يعني نعلم يعني إجمال بسيط فقط، ليس بالتفصيل لا نعلم. فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء بكل تفصيل. فإذا كما نعلم ما مضى من أفعالنا، الله سبحانه وتعالى ما يعلم ما لم يمل من أفعالنا بل سيقع من أفعالنا. فإذا كما يمكن لنا أن نكتب ما مضى من أفعالنا، صلينا العشاء، صلينا الصبح، قرأنا القرآن، ألقينا الدرس، هذا يمكن لنا الكتابة، كذلك الله سبحانه وتعالى يمكن له أن يكتب ما سنفعل في المستقبل. هذا يعني خصوصية علمه تعالى لأجل ذلك. ثم فإذا هكذا الخير والشر من أفعال العباد سابق في علمه تعالى، لذلك هو كتبها. فثانيها أنه تعالى، يعني هناك الإيمان بالقدر على قسمين، أحدهما هذا، وثانيهما أنه تعالى خلق أفعال عباده كلها من خير وشر وكفر وإيمان، وهذا القسم تنكره القدرية كلهم، والأول لا ينكره إلا غلاتهم، وكفرهم بإنكاره كثيرون. هكذا الله. ثم هناك أيضا قال جبريل عليه السلام قوله السابق صدقت، ثم قال أخبرني عن الإحسان. ثم بعده أخبرني عن الإحسان كما بينت أولا. هذا الإحسان الألف واللام لله الذهني. إذن معنى سؤال ما الإحسان المذكور في القرآن؟ إذن أجاب الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في الحقيقة هذا إشارة إلى مرتبتين للعباد، مرتبتين يعني مرتبة المشاهدة ومرتبة المراقبة التي يقول بها الصوفية الصالحة. نعم. فإذا على هاتين المرتبتين مرتبة المشاهدة أشار إليه بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، هذه جملة حالية. فإذا معنى قوله أن تعبد الله كأنك تراه يعني أن تعبد الله حال كونك تراه، أنت وصلت إلى مرتبة المشاهدة. ثم فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا إشارة إلى مرتبة المراقبة، ولا وراءهما مرتبة أخرى، إما مشاهدة أو مراقبة، ليس وراء المراقبة تحت المراقبة مرتبة أخرى. هكذا بين جميع شراح لهذا الحديث. الإحسان أن أحسن، يتعدى بنفسه أحسنه بمعنى أكمله وأتقنه وأحكمه. هكذا أحسن إليه هذا فعل المعروف يتعدى بإلى أو باللام هكذا. وهنا الإحسان يعني إحسان فعل، إحكامه إكماله إتمامه هكذا. نعم، إحسان المبين هنا يرجع إلى إتقان العبادات بأدائها على وجهها المأمور به مع رعاية حقوق الله تعالى فيها ومراقبته واستحضار عظمته وجلاله ابتداء واستمرارا. وهو على قسمين، أحدهما
غالب عليه مشاهدة الحق. ثم الثاني من لا ينتهي إلى تلك الحالة لكن يغلب عليه أن الحق سبحانه وتعالى مطلع عليه ومشاهد له، فقد بينه بقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. فإذن الصوفية الصالحة استنبطوا هاتين المرتبتين من هذا الحديث. مسائل التصوف الصالحة مستنبطة من القرآن والأحاديث. نعم. كما بينوا ليس كما يدعي الصوفية الكاذبة الفاجرة الزنادقة، هم يدعون أن هذا يعني الشرع والشريعة والقرآن والأحاديث والأحكام لعامة الناس، هذا في الحقيقة كذب وافتراء منهم من عندهم على الله سبحانه وتعالى. قال التفتازاني رحمه الله في شرحه الإحسان أراد به الإخلاص، الإحسان الإخلاص، ثم قال هو شرط في صحة الإيمان والإسلام معا. فإذا هذا الثالث الإحسان هو شرط في صحة الإيمان والإسلام معا. لماذا؟ لأن من تلفظ بالكلمة وجاء بالعمل من غير نية الإخلاص لم يكن إيمانه صحيحا. وتلفظ بالكلمة، كم من الناس يتكلمون، هذا نحن في بلد الهند هناك كثير من الكفار هم ينطقون بكلمة الشهادة في أشعارهم وأغنيتهم كثيرة. نعم. وكذلك كثير من الكتاب والخطباء يقولون لكن ليس بإخلاص النية، هم لا يريدون أن يذعنون به. نعم. هذا معنى قوله جاء بالعمل من غير نية الإخلاص لم يكن إيمانه صحيحا. الله. قال في النهاية فكان المخلص في الطاعة يوصل الفعل الحسن إلى نفسه، هذا معنى الإحسان. والإخلاص، ما معنى الإخلاص؟ تصفية العمل من طلب عوض وغرض وعرض ورؤية ورياء، فإن العمل إذا كان مشوبا بشيء من ذلك لا يجدي بطائل، لا يفيد بفائدة. نعم. ما شاء الله. فإذا هذا أصل عظيم للصوفية الصادقة هذا الحديث، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هناك بعض المبتدئة ينكرون التصوف من الإسلام، لكن الحق أن التصوف هو من الإسلام. بعد الإيمان والإسلام مكانة الإحسان والتصوف. في لغة المصادر الأدلة التصوف هو الإحسان. ثم أما التصوف هو اسم المصطلحات العلمية. ثم بعده سؤال عن الساعة، فقال فأخبرني عن الساعة أي عن زمن وجود يوم القيامة. يوم القيامة لما سمي بالساعة؟ سمي بها مع طول زمنه اعتبارا بأول أزمنته، فإنها تقوم بغتة في ساعة حتى إن من تناول لقمة لا يمهل حتى يبتلعها. أخذ رجل لقمة لا يمهل ولا يؤخر لابتلاع هذه اللقمة، هكذا تأتي الساعة بغتة. أشار إليه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ثم فإذا أجاب بقوله ما المسؤول عنها بعلم من السائل. ثم نعم في شرح هذا القول
اختلاف للشراحي، ما المسؤول عنه بعلم من السائل؟ هل هو نفي العلم عن وقت الساعة تماما لأنه من أمهات الغيب؟ هكذا ذهب بعض العلماء الشراحي من مثل المناوي وعبد الرؤوف المناوي وكذلك سعد الدين التبتازاني في شرحه على الأربعين، هكذا ذهبوا. لكن وهذا نفي العلمية فقط، هكذا ذهب إليه بعض الشراح. نفي العلمية يدل على التسوية في العلم. فإذا كما أن جبريل عليه السلام يعلم متى يكون الساعة، كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يعلم، لكن هو أمر بألا يكشف، بألا يخبر به. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مأمورا بألا يظهر بعلم وقت الساعة، لذلك قال واجاب ما المسؤول عنها بعلم من السائل. نعم. ذكر ابن حجر رحمه الله الهيثمي في الفتح المبين، فقول الشارح أي بل كلانا سواء في عدم علم زمن وجودها، تفسير مراد لا تفسير معنى ظاهر الحديث. وكتب الشيخ الشوبري قوله أي بل كلانا إلى آخره، عبارة غيره هذا الجواب لا يدل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم وقت الساعة، بل مساواة السائل المسؤول في علمها أو عدم علمها، لكن ظاهر القرآن والسنة أن تدل على أن علم الساعة مما استغفر الله بعلمه. هكذا ذهب كثير من الشراح. لكن هذا ابن حجر الهيثمي رحمه الله أيضا يقول هكذا، يعني أن هذا نفي عن علم وقت الساعة متى تقوم، لا يعلم جبريل ولا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في مسألة أمهات الغيب خلاف بين علماء أهل السنة، هل يعلم مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك سائر الأنبياء وكذلك سائر الأولياء؟ نعم، هم يعلمون بإعلام من الله سبحانه وتعالى، ليس هذا مخالفا لاستيثاره سبحانه وتعالى بعلمها. نعم. فإذا الله سبحانه وتعالى قال في قرآنه لا يعلم الغيب إلا الله، أو إنما علمها عند الله، لماذا؟ هذا الحسر أو القصر قصر قلب، لأن الكهنة كانوا يدعون علم الغيب، المنجمون كانوا يدعون علم الغيب، ردا عليهم قال أنهم لا يعلمون الغيب بل الله يعلم. ومع ذلك هذا الحسر لا ينافي أن يعلم الله سبحانه، أن يعلم الله سبحانه وتعالى لأنبيائه وخاصة عباده الغيب، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، لا يطلع على غيبه، أي غيب هذا؟ هذا يعني أمهات الغيب، كما يستفاد من هذه الإضافة لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، هذه قضية مهملة. فإذا هذا الإعلام ليس للرسول فقط بل لخاصة عباده، كما بينه محمود اللالوسي في تفسير روح المعاني في تفسير هذه الآية. نعم، تراجع. نعم. وكذلك التبتازاني رحمه الله ذكر في شرح العقائد النسبية أن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب لأنبيائه وخاصة عباده، وكذلك الله سبحانه وتعالى وضع بعض العلامات
لما للاطلاع على الغيوب. فإذا من اعتمد على هذه العلامات وقال الغيب هذا ممكن. نعم. فإذا هنا كذلك الإمام الرازي قال هذا قبل العلم. الإمام الرازي قال قبل وقوع الساعة ينبغي أن يعلم وقتها إسرافيل عليه السلام، وكذلك يعلم بعض الملائكة الذين أمروا بتدبير الساعة. بعد أن علم إسرافيل عليه السلام متى ينفخ وهو ينفخ، إذن قبل وقوع الساعة هو علم متى تقع الساعة. وكذلك هذا الموت بأي أرض تموت، هذا من أمهات الغيب. إذن الله تعالى يعلم عزرائيل عليه السلام متى يقبل روح فلان، أين يقبله. فإذن عزرائيل علم قبل موته متى يموت، أين يموت هو علم. وكذلك الأمور الله سبحانه وتعالى يجريها بالملائكة المدبرين. فإذن هذا مسألة الحمل هل هو ذكر أنثى، يوكل ملك بالجنين وهو يعلم هل هو ذكر أنثى. نعم، هو يكتب يعني عجل هذا الجنين، عجل يعني عجل هذا الإنسان هل هو شقي أو سعيد، كلها يكتبها الملك حينما يمر عليه ثلاثة أشهر. يعني هو يعلم، هو كتب، هو يعلم متى يموت وأين يموت، وكذلك هل هو سعيد أو شقي، كم رزقه، وكذلك هل ذكر أو أنثى، كذلك متى وضعه، متى ولادته، أيضا هو يعلم. المدبر بالولادة هو يعلم. هكذا أنا أثبت الإمام الرازي رحمه الله علم العلم الأنبياء والأولياء بهذه الأمور. نعم. عندئذ يعني سؤال آخر، ما هو؟ فأخبرني عن أماراتها. قال أنت لدلمت ربتها. ذكر فيه يعني معاني مختلفة. ما معناه أنت لدلمت ربتها؟ هذا دليل. قال التفتازاني رحمه الله هذا إشارة إلى قوة الإسلام واستيلاء المسلمين على الكفار، يعني قرب الساعة. فتكسر السراري حتى تلد السرية بندا لسيدها وهي في حكم السيد. فإذا هذه البند تكون في حكم السيد وهي من الأمارات، لأن بلوغ العزة منذر بالانحطاط المؤذن بقيام الساعة، ذكره القاضي. هذا لأن بلوغ العزة هنا في النسخة أعتقد خط غرة هكذا مكتوب، بلوغ العزة منذر بالانحطاط هكذا، لو بلغ العزة ثم بعد ذلك انحط هذا حكم طبيعي. ثم أو إلى أن العزة تصير أذلة لأن الأمة مربية للولد مدبرة أمره، فإذا صار الولد ربا سيما إذا كان بندا ينقلب الأمر، كما أن كان القرينة اللاتية تدل على عكس ذلك، وهي أن الأذلة ينقلب عزة ملوك الأرض. نعم، هذا معناه. انعكاس الأمور هكذا ذكر في فتح الباري، كل أمر ينعكس في قيام الساعة. نعم. ثم كذلك أنذر الحفاة العراة، حفاة جمع حاف من لا نعل برجله، العراة عار من لا شيء له على جسده، العالة جمع عائل من عال افتقر، عالة يعني فقراء، رعاء الشاء رعاء جمع راع
ثم يجمع على أرواة رعاء نعم. فإذا كانوا يرعون الشاء جم شاة نعم. ماذا يفعلون؟ يتطاولون في البنيان ومعناه يصيرون يتنافسون يتفاخرون لأجل البنيان أن يصيرون ملوكا أو كالملوك هكذا. هذا كل نعد قد ظهر كما قال بعض العلماء ما من زمن مر إلا وقد ظهر فيه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق جبريل عليه السلام فلبث مليا في بل الروايات فلبثت مليا هكذا لبثت مليا نعم. إذن هذا كم يوم هذا لبثت مليا بعد ذلك كم يوم ملي معناه وقت طويل هو من الملاوة مليا ثم أي وقتا طويلا وهو ثلاثة أيام وهو ثلاثة أيام كما جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي. فإذن لو كان كذلك هناك مشكلة وهذا مخالف لرواية أبي هريرة رضي الله عنه من أنه صلى الله عليه وسلم ذكره في المجلس. في رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا القول في نفس المجلس. فإذن كيف يجمع بينهما؟ ذكر الطبرزاني رحمه الله اللهم إلا أن يقال إن عمر لم يحضر في الحال بل قام فأخبر الصحابة. يعني حينما انصرف جبريل عليه السلام قام عمر وانصرف فبقيت الصحابة هناك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم عند الإخبار ما كان عمر حاضرا. ثم أخبر عمر بعد ثلاثة أيام بخلاف غيره فإنهم ما برحوا حتى أخبروا به ذكره في شرح مسلم. هكذا جمع الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم. نعم هذا جمع جيد حسن ما شاء الله. الله. ثم سؤال ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن هنا الدين يعني اشتمل على أربعة أمور الإيمان والإسلام والإحسان وعلامات الساعة أيضا من جملة الدين نعم. فإذن هذا شمول كلمة الدين هذه الثلاثة ظاهر يعني الإيمان والإسلام ثم الإحسان هو شرط كما بينا. كيف يعني شمول كلمة الدين علامات الساعة يعني علامات الساعة مما من تنبؤات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تنبؤاته تنبؤاته معجزة. فإذن هذا كما ذكرت عائشة رضي الله عنها في أوائل وحيه صلى الله عليه وسلم من الرؤيا الصالحة هي تتحقق تظهر مثل فلق الصبح. فإذن يزيد اليقين. فإذن هذه معجزات حية في أواخر هذه الأمة تنبؤات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة في كل زمن في كل جيل في كل قوم يظهر واحد واحد واحد, واحد. رأينا كثيرا مما تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر مثلا هذا قلة رفع الحياء رفع أول ما يرفع الحياء هذا رفع الحياء من النساء لا يرى الحياء وكذلك تبرجهن كذلك ركوبهن يعني على الدراجات من علامات الساعة ركوبهن ركوب النساء على الدراجات نعم هكذا كثير كذلك تبرجهن
كذلك انتشار الزنا والفاحشة بسبب ذلك انتشار اللوبئة، هذا الوباء الذي غطى العالم في هذا الزمان، كم ضرره كم خطره. نعم. وكذلك كثير 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 نرى يعني مشاهدة نشاهد مشاهدة، فإذا هذه معجزات حية، وهذه المعجزات هي الأساس للتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك جعله من الدين. نعم. ثم في هذه الأيام الأخيرة صارت المسائل عن علامات الساعة علما مستقلا في هذه الأيام الأخيرة. علماء كتبوا كتبا كثيرة في أشراط الساعة، يدرسون عن أشراط الساعة. نعم. دراسة عليمة مفيدة جدا. نعم. إن شاء الله نختتم بهذا القدر، وسنلقاكم في جلسة أخرى. زادكم الله تعالى وإيانا التوفيق والسداد، وأنما علينا وعليكم بجميع نعمه، وأفاض علينا وعليكم بجميع معارفه، نور قلوبنا وقلوبكم وقبورنا وقبوركم بالنور من عنده سبحانه وتعالى. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة أعمالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا. اللهم اغفر لنا ما تعمدنا وما أخطينا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.